تسلم. سلام. صباح. الحمد لله. عباس. الحمد لله. عايش اختي. هاي تحكي لي شويه على حوم شعبيه. والله يا اختي مش نفسر لك حاجه، نحن معناها العبيد اللي تسكن في الحوم شعبيه معناها بالاخص الشعبيه، عرفت الدوله ذي حطت علينا معناها فكره خايبه، الكل عرفت كل واحد عرفت وحومه شعبيه رد معناها كل حومه ردتها معرفتها الشباب كل مفسدين. معناها الفساد نساو هما الفساد نتاعهم هما حاطوا الفساد فينا نحن. معناها كانوا هما عرفتهم يسرقوش، هما سرق. كيفاش يحكوا علينا نحن معناها باش نسرقوا انتر تليفون وكذا، نحن جيت في تليفون قاعد يسوم 500,000 يوم هما يلعبوا بالمليارات. باش بهم يشدوش هما الحبس. هما يسرقوا ونحن نشدوا الحبس. معناها بالرسمي معناها هما يفسدوا معناها ويلوموا على العباد. فهمت شي انا اقسم بالله شيء مين لحوم شعبي ايه ابسط الحاجات مثلا نحن ولاد حومات شعبيه نابطوا مثلا مش ندوروا في سنتر فيل ولا حاجه يوقفك بوليس يقول لك من ملاسين وجاي يدور لهنا هو يبدا من بيجا من جندوبه معناها ما تجيش ليه هما يلقاو القمع معناها في المركز يخرجوا يسيبوا معناها غلهم علينا نحن يا سيدي معاناة الشباب مع التعاملات الأمنيين وفهمناه وحكينا فيها وفهمناه شنو آخر مقلق؟ كل لك نحاكم كاونا برجولي ونظرات العباد ايه ونظرات للعباد نظرات العباد للحوم الشعبية هما مش في بالهم مثلا كي يسمعوا ملاسين يقولك خايبين وكلها وبركاجات وكل شيء وليه كل حومة فيها الباهي وفيها الخايب معناها أي حومة فهمت؟ ايه هو ديما البي انا الخايب راه هما ردونا معناها خايبين بالسيف تلقى حتى واحد عاقل عرفت حياته الكل ما خرجش عرفت للشارع باش يكبر معناها وباش يتعرف على العباد وباش يشوف الدنيا معناها كيفاش تتكون معناها فلوس وبرشا حاجات وباش يشوف عباد يخالط العباد تو يجي الموضوع حاسس باش يخالط العباد معناها وشوف كيفاش العباد تلبس وكيفاش تخرج وشوف العباد في الفيسبوك ستوريات وكذا خيبت بيته بشر وعنده مخ حتى هو يحب يعيش ايش معناها هو خير مني ولا خاطر امه وابوه يسرقوا مثلا في هذاك او فلان وفلان باش هما يعملوا فلوس باش يخلوا هما يسرقوا باش ولادهم يفسدوا بفلوس فلوس العباد معناها الفساد وين؟ عبيد ما عادش خالطة على حد شيء مثلا نقولك هو واحد سارق وعبيد كل تظلمه هو علاش وصل لسرق الا ما لقى البيبان الكل تسكرت في وجهه معناها مش طول مشى يسرق هو خم في مواضيع باش يخدم باش يمشي يشوف القلب كل شيء عليه مسكر فهمت؟ نفسر حاجه كان احنا معناها ولاد حوم شعبيه ردونا صريخ يمال انتم شناي حب نعرف الدوله مالها هي شناي كان احنا صريخ ومعناها شبعتونا برشا حبس من انتم شناي خاطر انتم عندكم شويه سلطه معناها على طرف عبيد باش تولوا معناها تخيل لهنا في تونس معناها عيش بوفوار عندك فلوس لا تعمل كيما تحب لا تشد الحبس لا تعرف ولا ما تعيش معناها كيما تحب عبيد نعرف انا عبيد جيت لعبيد عرفتها وبالفلوس خارج الحابس عرفتها ما شدتوش شد في عام وكذا فلوس تونس فلوس ما عندكش فلوس عرفتها تتعذب من الاخر لهنا كان انا باش نحكي لك حكايه صغير عامني وكنت عرفتها في نعدي في عام في العسكر بيه نعدي في العام حاسيلو كثلاثه شهور كنت على الاف سي بي وكل حاجه هذوم يصور انت يا عبيد معناها قوه المعارف وفلوس عبيد عرفتها من زنا ما تخرجناش معناها من زنا ما نعرفوش ويمشي نتفكتير عبيد بالتليفون معناها باش تعرف قوه الفلوس بالتليفون عارفه روحها ويمشي تمشي معناها هما ولادهم عرفتها سيدي جا عرفتها حاضرين باش يدخلوهم يخدموا كل شيء وانت تو شغل كملت العام حكيت شوخ كملت خدمه اني بطال كيف العبيد الكل اللي في طرف بيبز فماش خدمه ما خدمتهاش وكيك القديم وكلمه صحيح قبيلك يحكي لك على الحرق اي واحد معناها اي معناها راجل فل صغير كبير عرفتها باش تسالو باش تسالو عرفتها يقول لك راني نحب نحرق نسمع فيك انت تحكي على العرس وكذا تشكون عرفتها حتى اللي عنده فلوس ماشي يخمم راه باش يعرس يقول لك اعطيني خويا عندي 8 مليان ولا 7 مليان ولا 10 اللي هما نعملش بهم مشروع ولا نمشي نحرق معناها يقول لك سايب علي علاش انا على البنات اللي عندنا معناها ليها هني ومعناها باش واحد هكا يسترها وكذا ويسر يشجع ولا العظيم انت مثلا نعطيوك 20 مليون باش تعمل بهم؟ هي مو باش واحد باش يصرف اللي يصرف ويعمل مشروع معناها باش يستقات من
مثلا هكا شنو يجي في مخكم ديريكت كما هي مثلا يشوف هو شنو يحب يعني يعملوا يعمل مشروعه الخاص. شنو تحب مشروع؟ معلش ما طموحي حرقه يعني معناها واحد اخر فما تعبيت تو اللي تخمم في الحرقه حتى كي باش تجيني فلوس انا طول باش نخمم باش نحرق باش نعمل باش نطلع لوروب حتى ولاو العباد اللي تحرق ما عادش شكل يجيبوا فلوس ولاو يفايسوا ولاو يا معناها فهمت ولاو تصاور وفازات. باهي انت 20 مليون اش تعمل بيهم؟ والله انا ما نكذبش عليك انا راني قادر معناها نستثمر بهم لهنا معناها بحكم عرفت خدمت برشا خدمت تصورهم انت في مخك الكل واللي تصوروهم عرفت اللي تفرجوا فيا زاد الخدم الكل راني خدمت معناها قادر عرفتها راني البروجي قادر باش نعمل بروجي لهنا مثلا في دومين فروحات عرفتها كريسي وخيم وكذا اما انا ما نحبش تعطيهم لي عرفت نمشي نحرق تعطيهم لي نمشي نحرق مصروف معاك اي نمشي نحرق علاش قاعد انا لهنا ما حتى العبيد ما العبيد مشترحين في بعضها معناها انا واحد من الناس مش حتى تعطيني فلوس هكا هو ما عادش نحب نعيش معاها العباد هذي كيف اخر مره طفل صاحبنا مثلا كيفاش النفاق هاي كمل لا طفل صاحبنا مثلا زوي ولا هما كل شيء تلز باش يخدم فك الحظيره وما نعرف شناي هي هو يخدم في اللوتو روتو ضربته كرهبة توفى فهمت معناك هو كان جاي معناه يقرا ولا وزيد عمره 17 سنه كان جاي يقرا ولا كان جات الدوله موفرت له حاجه باش يتلهى بها راو معناه ما صارش هذا الكل هو كتب تربي صحيح كما الله غال به النفاق كيفاش قلت والله لعبيت تنوفق على بعضها تو كيما نشوفك الارتيستويات والجواريات واو نعرف شناي يعاونوا في العبيد ويهبط في ستوري مصوروا هكا نعاون فيه يا اخي تعمل في نومر وانت باش ماك يعاونوا عرفت حد ما يعجبكش عبيد عرفت تعيش بالنفاق تتنوفق يقول لك عاونته ومدلو 10,000 ويقول لك انا اعطيته 100,000 ولا قد ايه عبيد تكذب نعيشوا في بلاد تكذب كل عبد عرفته قاعد يكذب على الاخ اقسم بالله كلها تكذب الدوله تكذب العبيد كلها تكذب الشعب كلها تكذب ولا كلها تكذب وبنفسر لك حاجه يقولوا الشباب معناها ما يحبش يخدم الشباب عرفته ما يحبش يخدم موفرين انتم الخدم باش العبيد ما تحبش تخدم ولا دريتوا على العبيد اللي قاعده تخدم كما قال لك طفل الله يرحمه ونعمه خونا صابر عرفتها توفى معناها ضربته كهربا يخدم معناها يعاون في عائلته مسكين في حاضره الله يرحمه ونعمه صغير طفل معناها كيفاش انت لهنا تقول لي عرفتها فما لخدمه شباب ليه يحب عرفت على السرقه وكذا ما وينك باش نلقى بليدي عرفتها موفرت لي خدمه وبكذا باش تلقى العبيد كلها بيها يا راهي مع بعضها كلها تخدم ما تلقيهاش هذايا براك جيت ولا باش تسرق ولا كذا باش تلقى روحه موفر وعليه باش يخسر نتاع غير يعطيك الصحه